تنتين ونص كون عم بفتح الباب ان شاء الله فورا. مع السلامة، الله معك. ايدك شو بها ايدي؟ ايدك على عشرة الي وعشرة لاخي، لانه خلصنا غسيل ايدينا قبل ما يجي البابا. ايه ساعة مسبقة. لا 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 نعم. شفت لي دكتوركم؟ بعدين. شو بعدين شفته ولا ما شفته؟ شفته. ليش ما شفته معاه؟ ما له فاضي. لك شو ما له فاضي؟ بده يجي ولا لا؟ بيجي بس مو هلا. ايه متى؟ يعني ان شاء الله خلص بيجي هلا. فوتي لشقتك، مستعجل انا. ايه ابو طارق شو بك مستعجل؟ يعني معزومين على شي محل؟ حاجة ترجفي، الشغلة مالها مستاهلة، كلهم 20 ليرة، نحيا اللي ما خسرنا تيلك شي 2000 ليرة. أرجي لحنا بوجهي. أم محمود يرضى عليك يتركيني، خلص اليوم الساعة 5 إن شاء الله بجي أنا والدكتور وهنا لعندك، بيفحصك الدكتور وبناخذ رأيه بموضوع القسطرة، تأخرت على شقتي تركيني. دخلك دكتوركم شاطر؟ إيه شاطر كثير، كثير شاطر. يعني بيطلع بإيده يقسطرني ببلاش؟ لا. ليش؟ ما عم تقول مختص بالقلب وشاطر؟ دكتورنا شاطر بس فقير، هي القسطرة لأجهزة وهي الأجهزة غالية ودكتورنا ما عنده إياها، فهمت علي؟ اشتروا له أنتو، شو اسمكم مديرية لكان؟ بنبحثها محمود إن شاء الله بنبحثها. أبو طارق حبيبي. عيني يا عيني. هنو أنا علمك هذا ما دخلني أنا، هي وقفتني أكثر من 10 دقايق صار لها موقفني. أحسنين. أنا لو ما أخرتني محمود كنت وصلت على الموعد تمام. أنو موعد؟ موعد غرام محمود. فوتي قدامي جميل. غرام غرام وانتقام. يا حيني علشان الورد اللي بالورد أحب الورد. ليش عم تسمع يعني؟ فوتي لجوات روحي قدر. ممكن تفسر لي ليش كانت ام محمود عم تشتك من كتفها؟ انا كنت جاي على الوقت بس هي عطلتني، عم تسالني على الدكتور والقسطره. يعني ما كنت فيك تفوتها لهون وتحكي انت وياها هون، واقف لي برا وقدام الطالع والنازل. خلص انا عيب، انه عيب ما حلوه قدام الاولاد. مرحبا يا اولاد، انتوا هون بابا شلونكم؟ هات الجاكيت واقعدكم مع الاولاد. يلا لشوف. شكو شكو على راسهم شكو. لا 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 استاذ في عندي بجامعة رياضة بتاخذ للعقل. نحن ما بدنا بجامعة رياضة، نحن بدنا طقم للاجتماعات. ليكو شو علي؟ ورجينا ورجينا وينو؟ ليكو استاذ تستر استاذ الله خليك. شو كأنه مضيع جعشة خالته. يا سلام اجتماعات يا استاذ، وهذا عجوزه وهي جرافته. ايه حلوين كثير جميل حلوين. هلا هدول حلوين؟ ايه بجننوا حلوين كثير حلوين. ماشي يسلموا ايديك، تكلنا على الله. قيس استاذ. ايه سيدي رح قيسوا بس هدول قد ايه خسكارون. هنو 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 اعطيني رايك. شو رايك بهالطقم؟ شو هاد جميل؟ هلا هذا هو الطقم اللي اشتريناه؟ اي هذا هو. بس لما قسته بالدكانه كان احلى. ما هيك؟ هيك. وليش لابسه؟ رايح لشي محل؟ لا مالي رايح بس عم جربه. تعذبت كثير للبقت له قميص وجرافي، ليكي شو اخذين على بعضهم. حلو. ليش هيك عامل بحاله؟ شو هذا اللي لابسه من الدنب الشببو؟ شببو؟ شببو الطقم ليه؟ ليش ما تنوت على حالك بالمراية قبل ما تطلع من البيت؟ معلوم، لكان شلون سرعت شعراتي؟ وينها الأناقة تبع الأستاذ جميل؟ المدير جميل؟
لساتها الاناقه بس تغير التوجه، صارت اناقه هناءويه هلا اسمها. يعني شلون بدي اقول لك، هي الشياكه التنكريه. ها تنكريه ولا هي من اختراع مرتك الغيوره؟ هلا قيمني من الحكي وقول لي شلون بدك تقفل المسلسل؟ نهيته. شلون كانت النهايه؟ هلا لا تستعجل على النهايه، بتعرفها لحالها. لك وامل المسكينه. شو بها امل؟ ما عم تستناك مشان تعطيها دور. انا ما عندي مانع بس على شرط. شو هو؟ بدك تمثل انت وياها. لا يا عمي انا مو خرج المصلحة منوم. ليش بقى؟ اصلا ما عندي وقت. ما عندك وقت؟ ولا مرتك ما بتسمح لك وحاطة الحبل على رقبتك وخانقتك؟ لك خليها تحط الحبل على رقبتي وتخنقني. لك خليها تشد قد ما فيها. لك تطالع لي شو بدي اقول لك؟ طالع لي بالعيد. بس المهم تضل عم تغار علي وتحسب لي ألف حساب وتسألني وين كنت وليش تأخرت. ايه ايه اضحك تكامل منبسط، بس بدي اشوف بكره وين بدك تشد الحبله مزبوط على رقبتك وتنادي لك يا وسيم الحقني يا وسيم الحقني. لا يا عمي لا تخاف ما رح نادي لك. هلا قيمني من هي القصه وقل لي موضوع امل شو رح تساوي فيه؟ هي البنت موهوبه حرام تتركها هيك. ماني نسيان الموضوع، اليوم بدي احكي مع ابو رشا مشانها. مين ابو رشا؟ المخرج، بس ان شاء الله ما يتحيوى مثل العاده. استاذ مرحبا، بدك تلاقي لي حل استاذ. مرتي رجعت مثل الاول، على وين كنت وين رحت وليش تاخرت؟ هلكتني استاذ، جابت اجلي رح يصغى نظري. شبك شبك انت استاذ؟ انا اللي عم بسالك شبك. ما في شيء، بالعكس مزعوج حضرتك. لازم تنبسط، اجمل شيء بالنسبه للرجل انه زوجته تغار عليه. تساله وين كنت، ليش تاخرت، شو اكلت، شو شربت، لانه اذا ما غارت عليه وما سالته لازم يطم حاله، لانه بيكون ساعتها صفر على الشمال. هو شبك؟ ما في شيء استاذ، بس يعني انا راح طق كل شيء زاد عن حده انقلب لضده. شو هي انقلب لضده؟ بالعكس انت بقدر ما بتخلي زوجتك تشك فيك لو دباجي. بقدر ما بتشك فيك بقدر ما بتكون الامور بالنسبه لك امتع، لانه ساعتها بدها تصير زوجتك شبيك لبيك بين ايديك شو ما بدك بتساوي لك. شبك؟ ما في شيء استاذ، بس يعني انا استاذ ما كنت حابب احرجك ودخلك بالموضوع، بس طالما انت شكيت بالاول، قصدي طالما انت كنت بالاول فلازم تضل الاخير. حل لنا اياها بمعيتها. ايه بسيطه هي، لا تفكر همها نهائيا. هالمساله اتركها علي، خلي زوجتك تجي لعندي على المكتب وانا بشرح لها الامور وبفهمها وبحاول خليها تستوعب الوضع كله. شبك؟ شكرا شكرا. شو بالطقم؟ ايه بالنسبة للتخطيط لا تركها اليوم، انا باخده بايدي على المستشفى. بدك تطول؟ جميل؟ طق حالك مع فزفز، ما بدي هلا ما عاد تعرف مين فزفز؟ فزفز الممرضة تبع المستشفى، إيه لا تكلي هم خلص، بقول لها مرحبا وبس. ايه وبلا هالمرحبا، فوت على الدكتور دغري من غير ما تقابلها. بتغاري منه بتغاري منه بتغاري منه. وليش لحتى غار منها؟ أنا واثقة كثير من نفسي، على كل بس تيجي من المستشفى خبرني. ها في شيء؟ إذا في شيء قولي لي إياه من هلا. لا ما في شيء، بس بدي أطمن شو بده يصير معك مشان موعد القسطرة لأم محمود. ايوه على عيني خلص، اول ما باخذ الموعد وبيجي على المكتب بحكي معك. الله معي، مع السلامه. الله معك انه. مو بس شكوا بدهم يغرقوا لسه. انا واصل مشوار على المستشفى وبرجع. واجتماع المحافظه انو ساعه؟ الساعه 12. لا بستعجل بلحقه ان شاء الله. بدك سي؟ لا في لي ابن عم ببيت حمصي اشتغل تاجر، كان يبيع دخان، يشتري الباكيت ب40 ويبيعه ب20 وقام صار مليونير. بتعرفوا شلون؟ لانه كان ملياردير. تعيروني التليفون اسمحوا لنا. الوين وجميل؟ اشي ماشي؟ وانت ليش قاعده بمكتبه؟ اي تاني مره لا تقعدي بمكتبه ولا تردي على تليفونه الخاص، خليه يرن ليشبع. انا هيك عم قلك. شو يعني مشغول ما؟ عدم مؤاخذه يحكي لكم نكته بالمقلوب
اضحكوا بالاول. ليش هيك حكيتي معها؟ لك انا شلون بدي احكي معها؟ بلا وينه جميلتي اللي اشتي معها؟ بلا اشتي معها شو بتقلي ما بعرف؟ لك ليش اسمها سكرتيره؟ بلكي جوزك مو قايل لها؟ لا اكيد عم تكذب، اكيد مخبيين علي شيء. شيء مثل شو؟ ما بعرف، ما بعرف، هلا مو جاي على الغدا بيجي على الغدا بيجي ونشوف. لا تكبريا، ما بتستاهل. اي لا ما بتستاهل، ما بتستاهل، لك الله. ما في غدا اليوم، جوعاني. فوتوا على المطبخ كله زيت وزعتر. كل كان مبين علي زعلاني. قوم اخي قوم لنقلي بيت مثلي عادي. ماشي. شو ليش عم تقلوا بيض؟ ماما ما حضرت غدا؟ افوت راضي احسن ما نمضي الشهر على البيض. حدا منكم مزعلة؟ اي حدا من ثلاثتنا بس مين ما بعرف. هذا باه ما بدي اقطعه لسه. ارجيلي! انت اللي لازم تزعلي ولا انا؟ بتعرفي قد ايه سببتي لي احراجات بهالطقم هذا اللي لبستيني اياه؟ راح يخلص البيض قومي تغدي. ما رديت. مو ناوية تردي؟ شو رايك نطلع نتغدى برا؟ الطقس حلو. ايوه ايوه سيد جميل، بان على حقيقتك لشوف. شو هالاوركسترا هي؟ على شو؟ حقيقة شو؟ ليش تغدينا برا؟ بسيطة، لأنه مالك محضرة أكل جوا. إيه لا تواخذني، دخيل عينك لا تواخذني، ما فضيت، كنت عم انتظر تليفونك. هلا فهمت ليش زعلاني. قولي لي هيك من الاول. إيه انا اتصل فيكي 700 تليفون ما رديتوا. مع مين كنتوا عم تحكوا؟ قولي مع مين كنت لهلا. مع المحافظ، كان عندنا اجتماع. مع المحافظ ولا مع فزفز؟ صحيح ذكرتيني، فزفز بتسلم عليكي. يعني كنت معه؟ لك شو بدها تبعت لك السلام؟ ارجع لعنده واعزمها على الغدا لبرا. يا على عيني. تعالوا جميع. شو في؟ وين رايح؟ رايح اعمل مثل ما قلتي لي. لا تنسى تاخذ اولادك معك. لا، الاولاد جاي على بالهم بيض مقلي، باخذهم ثاني مره. بعد جميع. اه تعالوا. اذا ما بتقلي الحقيقه هلا 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 بطبخ لك وبروح لبيت اهلي بحمص. انت بتعرفني؟ لا 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 يا هنا، لا 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 تزعلي، تعملي الشغله الشغله جد. الله روقي روقي، ليش اخذتي؟ كبري عقلك، الشغله مو معجزه. انت قلي الحقيقه وانا مقدر اذا معجزه ولا لا. انو حقيقه؟ ما اخذت فسفس. الله وكيلك ما اخذتها ولا لقرني، كنت مريت بكريدور المستشفى شفتها سلمت عليها. ليش اسلم عليها؟ شو لك شغل معها؟ خلاص معك حق، مرة ثانية بس شوفها راح دحك كف على نص خلقتها، خربط لي اياها. وليش ما خبرتني اول ما جيت من المستشفى؟ لك خبرتك كان خطكم مشغول. شو على طول خطنا مشغول؟ كنت عيد واتصل مرة ثانية. لك شو بدي اعمل لك اذا كل ما اتصلت بيطلع لي ون 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 كله مشغول؟ مع مين كنتوا عم تحكوا؟ اه كنا عم نحكي مع الضراب السخن، ليش ما حكيت مرة ثانية؟ ما قدرت، كنت مستعجل، خفت اتاخر عليها، بيزعل المحافظ بعدين. منو هاي؟ وشو دخل المحافظ بعدين؟ لا 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 وحك، لا تحكي بالسياسه يا ابنو. احمد شو دخلوا المحافظ؟ المحافظ هو الكل بالكل فيها. قلت لك منو هاي؟ لك المحافظه اللي ما بقدر اتاخر عليها. ان شاء الله فكرني جميل، انه انا حسيتك انه كان عندك اجتماع بالمحافظه، وانه اجتماع ضلنا بعد الدوام، وانه انت ما فضيت ولا دقيقه لتطلع من الاجتماع لتحكي معي. عم تحكي كأنك كنتي معي. ليكون كنتي معي ماني حاسس. انا ما بستعجمي. لك طولي بالك، هلا من شو زعلانه انت؟ ولا يهمك، موضوع القسطره حليناه لام محمود، وعدوني انه يراعوها. لا ليكون في شغله ثانيه قرقتي، وهيك تكوني غيراني علي مثلا، ها؟ او خايفه انه العب بديلي. لا كمان هي مو معقول، مو معقول تنزعجي بشانها، لانه انت طول عمرك مطمنه وبتعرفي شو في عندك. وليش هي مو معقوله بقى؟ لانك بتعرفي مين في عندك، مو هيك على طول بتقولي لي؟ حبيبي هاد كان زمان. اكيد هي فسفس. وقفتك! مو بس شكوا، رح يغرقوا. تفضلي. شكرا. اهلين. تعي يا عمو. شكرا. تعي.
اهلين تعي 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 هدي هون يلا هون ايه هون هون تعي هاتي نشوف علي يا عمو علي قربي ليش مستحية قربي تعي هاتي لالي هاتي لشوف انا من نون عمو هذا الدرس ايه هذا هو أيوة. العلاقات العددية في المثلث القائم ايوه شوفي اذا رسمتي بمستوى الورقة مستقيم قاف ورسمتي من نقطة ب قربي عمو قربي قربي لا تستعي قربي نقطة ب في هذا المستوى عمودي قربي قاف هذا عمود يقطع قاف ب هي هو مرتسم النقطة ب شو اهلين هنو صح النوم مرحبا طام شو عم تعملوا ما في شيء في درس عم بشرح لها اياه بتصير قربي شوي هي بتصير خدي حبيبتي كدك بدفاترك قولي له لاهلك يدوروا لك على استاذ رسمي صحيح جميل مهندس بس نسيان الهندسه لا بالعكس عمو جميل شاطر كثير شاطر بس معلوماته حبيبتي كثير قديمه ما بيفهم بالرياضيات الحديثه يلا حبيبتي سلمي على اهلك سلمي لي على امك يلا حبيبتي يلا يلا سلمي على امك يلا انه شبك اه شو صاير لك صاير عم تطلعي الناس من بيتنا شبك انا حره ببيتي جميل حره حره انا ايه حره ما اختلفنا يا هنو بس ليش قطعتي الدرس على البنت يا هنو من يومه راح ما عاد في دروس طيب ليه يدوروا على استاذ تاني انت مهندس انا كنت اقوله هالحكي انا ما كنت اعطيها دروس انت اللي تقولي لي شو عندي اذا عطيتها البنت كم دار موفلت على اهلك ما زال نسيتي حالك عم تقلدني تراجعت عيني ايه تراجعت ما لقيتها حلوه بحقك مدير ومهندس تعطي دروس خصوصيه ما حبيتها هلا انت خايفه على سمعتي ولا غيرانة ايه غيرانة وليش لحتى ما غار هو شوفي من حقك تغاري على جوزك بس من سهام ليش مع سهام تك ايه هي طفلة لسا يا دوب عمرها 16 سنة ليش نسيت حضرة جنابك شو كنت تقلي قبل عليها شو قلت شو قلت قلت لي هاي ما عادت صغيرة وهذا السن كتير خطير انا قلت الحكي ايه انت قلت الحكي يا اذا انا قايل الحكي معناتها بلاها الدروس الخصوصية بس ما دخلني اذا تزعلتي انت وام تحسين تزعل تنفلق ما فارقه معي هلا لفي لي هالسيره بدنا نتغدى قصدي بدنا نتعشى ولا لا بجعات بطني عم يكاكو ليش ما تغديت بيت مع اولادك لا لا شكو شكو رواسي شكو بايخه لعندك طب هنو شو رايك نزورها بكره اسمنا بكره ما عندنا شيء اهلا وسهلا واحنا كمان ما عندنا شيء لا بكره انا ما بقدر خلص ان شاء الله بقرب فرصه لا هنو لا تقعد فيها لبعيد خلينا نروح بكره بعدين بتزعل هي بنروح بكره ايه خلص هنا بكره بانتظاركم ان شاء الله رح تلف لك قبل ما نجي حلوين اوعيكي منين شاريتيو جاب لي اياهم جوزي معه من باريس حلوين يا ريت يكون في مثلهم هون في مثلهم هون انت شو دخلك ان كان في منهم هون ولا ما في منهم عم بتطمن مشان اشتري لك مثلهم بيطلعوا عليك حلوين اكيد بيطلعوا حلوين انه لا شكرا انا مو لازمني اواعي عندي اواعي كتير لا ما قصدت بس ما شاء الله رفيتك يعني هي حلوه واواعيها حلوين والقالب غالب يعني هي حلوه والطقم حلو صارت قطر بخاف لا بايدي قوم اتدبق جرب بخاف جرب تقوم تلزق ايدي ما تعود تنقبع حلوة تنقبيع ايه بسيطة بقطع لك اياها لا هنا حرام عليك عم امزح على كل ميرسي كتير استاذ جميل على هالمجاملة كلك ذوق ماما قوم شوف ابنك شو بده عم ينادي لك اليك ماني قايمة قوم انت شوف شو بده حاضر عن اذنك ولك هنا تعال قلي نعم متغير كتير جوزك عن اول كانه مو هو شو قصدك ما فهمت عليكي يعني باول زياره اجيت فيها لعندكم كان ما يقدر يتطلع بعيوني اه بالاول كان مستحي بس زياره ورا زياره ان شاء الله هنا قومي شوفي شو بده شو بده ما بعرف قال بده اياكي شخصيا قومي شوفي ماني قايمه ماما خلاص قومي شوفي بقى قلت لك ماني قايمه قومي هنا لا تستحي انا مالي غريبه مظبوط اذا كلاني هما للست سنة اتمنى لا تخافي انا بسليها لبين ما ترجعي ها ماني قايمه وخليه عيط ليشبع على كل ان صار لازم امشي اسمحوا لي وين رايحه شو ما بده يجي جوزك ياخذك سيارتنا عطلانه بس مو مشكله باخذ تاكسي لا شو هالحكي شو تاخذي تاكسي عيب بوصلك مو بس بالسياره بعيوني انا كمان لا يا جميل ما قلت لك تبدل البطاريه هي لزمتنا السياره والسياره ما عم تدور
بطاريه؟ ايه ماشي، هي يعني بدفشه صغيره بتدور، مو مشكله. معقوله سناء باللبس الانيق الباريسي اللي جاب لها اياه جوزها بدك اياها تنزل تدفش معك السياره؟ جميل، ما في داعي استاذ جميل، باخذ تاكسي. ماما بده اياكي سمعاني. بس انا كنت حابب اخدم. معلش استاذ جميل، غير مره. اهلا وسهلا، شرفتي. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا، مع السلامه. اهلا وسهلا، الله معك. مع السلامه. اهلين وسهلين، الله معك. مع السلامه. سلمي كثير. مع السلامه. الله معك. انت شلون بتغازلها هيك قدامي؟ فيك تفهمني؟ لك يا انه انا ما عم غازلها، انا عم شاملها مشان لطف الجو، يعني مشان ما اقعد مثل اللبخه. ما انت طول عمرك كنت تقولي لي ليش ما بتعرف تجامل؟ هي عم جامل. بس زودتها، زودتها كثير جميل. لا زودتها ولا شيء، بالعكس رفيقتك مدير ومبسط كثير لانه بتحب اللي بيجاملها. انت حلوه وثيابك حلوه، صرتي مثل القطر، اذا مديت ايدي عليكي بدي بعدين فيك تقلي انت شلون بتقلها خليني وصلي؟ بركي حدا شافك انت وياها بالسياره لحالكم، شو بيحكوا عليكم وعلي؟ انا حيرتيني، ها لا عارف اتعامل معك ولا مع رفقاتك. نسيتي هذيك المره لما زارتنا سناء نفسها وقت جوزها تاخر مشان يوصلها، شو قلتي لي؟ ما قلتي لي جميل معني شيء وصلنا معني شيء كلماني؟ نسيتي وانا ساعتها مرضيت. قلت لحالي هالمره يا ولد معني شيء، بيض وش مرتك قدام رفقاتها وقوم تعذب وكل هم وانتع حالك ونزل وصلها. بتقومي بتجاوبيني هيك تاني مره؟ لا بدي اياك تبيض وشي ولا تسوده ولا ما تسودي رفقاتي ولا تجيبهم ولا تحكي معهم. ماما ايش عيطك انت التاني؟ يلا منيح فديت بالصغير.